نشاط وسرور، أشهى وألذ وأهم وجبة وجبات الفطور. تتفق أذواقنا في بعض الأصناف، وفي بلدان أخرى نلاقي بعض الاختلاف. لنتعرف في بعض البلدان ما هو الفطور المشهور. عنا هون الفطور فيه كتير أصناف، لبن طري محبرة منغمسها بخبز شراك، يوم الجمعة بالذات فلافل وحمص وفول، هيك عنا الفطور. تتفق أذواقنا في بعض الأصناف، وفي بلدان أخرى نلاقي بعض الاختلاف. عنا الترويق آخر شكل، بتروق صحتك بنعدل، منقوشة زعتر وجبن زيتون أخضر وكبيس، هيك عنا الترويقة تفضلوا معنا. تتفق أذواقنا في بعض الأصناف، وفي بلدان أخرى نلاقي بعض الاختلاف. عنا الترويقة بدها لمة، أطيب شي فتة سمنة، وبتخلى أكيد الصفرة من صحن المكدوس. تتفق أذواقنا في بعض الأصناف، وفي بلدان أخرى نلاقي بعض الاختلاف. كلش حلوة لمتنا، كامر وعسل وجبتنا، دبس وراشد غمسون كلش راح تحبون، الخبز الحار والصمون. تتفق أذواقنا في بعض الأصناف، وفي بلدان أخرى نلاقي بعض.